أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومشاهدي بوابة أخبار اليوم، نشرة إخبارية يقرأها عليكم محمد عوض. أبدأها بالعناوين: العاهل السعودي يبعث ببرقية شكر للرئيس السيسي فور مغادرته مصر. وصول رئيس توغو مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر. وصول قوات البحرية المصرية للإمارات للمشاركة في تدريب خليفة 2. وزير الاتصالات يفتتح القمة العالمية لمدراء تكنولوجيا المعلومات. المتحدث العسكري: ضبط 3 فتحات أنفاق بين مصر وقطاع غزة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي فور مغادرته القاهرة اليوم. أعرب خلالها عن سعادته لزيارة مصر وما لقاه من حفاوة في استقباله. وصل مشيخة الأزهر اليوم الرئيس التوغو فوري جانا سينغ، والذي استقبله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر. وصلت إلى الإمارات اليوم 2 تشكيلات من القوات البحرية المصرية للمشاركة في تدريب مشترك خليفة 2، والذي يأتي في إطار خطة تدريب مشتركة بين البلدين، تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين. افتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات القمة العالمية لمدراء تكنولوجيا المعلومات لعام 2016، والتي تنظمها شركة البيانات الدولية العالمية IDC المتخصصة في تقديم خدمات استشارات وأبحاث تكنولوجيا المعلومات. أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري أن قوات حرس الحدود واصلت جهودها في حماية حدود البلاد على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ووجهت ضرباتها القاصمة عناصر إجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وأوضح المتحدث العسكري أنه في نطاق الجيش الثاني الميداني تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 3 فتحات نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط 3 مصريين بحوزتهم بندقية آلية، وضبط 50 لفافة لنبات البانجو المخدر. بهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم مشاهدينا ومشاهدي بوابة أخبار يوم إلى نهاية رشاد الإخبارية، قرأها عليكم محمد عوض. انتظرونا في نشرات إخبارية قادمة. إلى اللقاء.